من الفوائد أن البعض قال إن الحلف بغير الله ليس شركا وإنما هو محرم. لما؟ لأنه يضعف حديث ابن عمر وهو عند أبي داود والترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولعل تضعيفه مبني على ما قاله البيهقي من أن سعد ابن عبيدة لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه هي مشكلة بعض طلاب العلم في هذا العصر، فولا يقرأ ما ذكره المتأخرون الذين هم أعظم منه جهدا وبحثا وتحقيقا. ولذا رد هذا ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير، رد كلام البيهقي، قال: وقد رواه شعبة عن منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر فذكره. وقال أيضا: رواه الشعبي وذكر السند. فهذا يدل على صحة هذا الحديث. وله سبب، وهو أن رجلا حلف بالكعبة فقال: لا والكعبة، فذكر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث، وتنزلا بكون هذا الحديث ضعيفا. ألم يرد إلا هذا الحديث؟ نقول: ورد غيره، وهو ما جاء في مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. دليل ثالث، وهو عند النسائي عن امرأة من جهينة أن يهوديا قال: يا محمد إنكم تشركون. وهذا الحديث صحيح، يكفي تصحيح النسائي مع أنه صح أو غيره، لكن النسائي حريص على الحكم على الرجال، فكونه يصححه يدل على قوة هذا الحديث. ولذلك قول العلماء إن أصح الكتب كتب أهل السنن سنن النسائي. قال: يا محمد إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم وشئت، وأن يقولوا وربي الكعبة. هنا تصريح بأنهم يشركون، وأقره صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر. دليل رابع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لماذا أتى بجملة لا إله إلا الله؟ لكي يكفر هذا الشرك الذي وقع منه، وليس محرما فحسب، لكن نحن الآن نقول هو شرك. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال: لأنه عظم الصنم. وقال بعض العلماء: لكي يجدد توحيده، فيما يظهر لي والله أعلم. لماذا قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى؟ لماذا ذكر اللات والعزى وذكر الكفارة بقول لا إله إلا الله؟ لأنه ما حلف بها إلا لأنه يعظمها كتعظيم أهل الجاهلية لها، وتعظيم أهل الجاهلية لها شرك أكبر. ولذلك قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. انظر إلى اختلاف الجملتين، فلو كان الحلف بغير الله محرما يوازي القمار لما فرق بينهما في الكفارة، فقال في الأولى فليقل لا إله إلا الله، وقال في الثانية فليتصدق. دليل الخامس، قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني لو كان الحلف بغير الله محرما فقط لما أتى هذا التفريق، بل هو محرم وشرك. الدليل السادس، قول ابن عباس في تعريف الشرك قال: مثل ماذا؟ وحياتك وحياتي. فنحن أفهم من السلف من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال المناوي رحمه الله في فيض القدير قال كلاما جميلا، قال: وقد تكلف من صرف الحديث، حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد تكلف في صرفه عن ظاهره. إن كان يستدل برواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق، ولنا مقطع متكامل في الموسع أوسع من هذا،
موجود في القناة إن كان يستدل بهذا فيلزم بأن يقول بأنه جائز أو على الأقل مكروه جمعا بين الأدلة كما قال بعض المالكية. وإن كان يعتمد على حديث لا تحلفوا بآبائكم فيما مضى على أنه للتحريم فلا يمنع أن يكون المحرم شركا بدليل أكبر الكبائر الإشراك بالله. قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يعني أن المحرم لا يكون إذا أتت أدلة أخرى لا يدل على أنه يبقى على التحريم فقط بل قد يرتقي إلى الشرك بالله عز وجل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولذلك بعض الناس في هذا العصر ولو كان يزعم أنه من طلاب علم للأسف ليس عنده فقه ولا حكمة ولا اطلاع بكلام الأئمة يقول إذن على التحريم ليس على الشرك لكن النصوص التي ذكرتها التنصيص على الشرك. ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص في الحلف باللات والعزى أمره بأن ينفث عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لكن فيه ما فيه لكن مما يؤيد ما ذكر.